السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ونادي كل الستات. النهاردة إن شاء الله هنعمل بسكويت الزبدة، بسكويت لذيذ جدا، حلو مشرف، ينفع معاكي في العزومات وفي العيد، طبعا هيوفر معاكي كتير، ما بياخدش ولا بيض ولا بياخد نشادر، حاجة كده موفرة على الآخر، مقاديره موجودة في كل بيت ويتعمل بسهولة. تعالوا شوف عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات سهلة جدا، وأي حد اي واحده حتى لو او الف ب كده مطبخ تقدر تعمله بمنتهى السهوله. والمقادير بتاعتك ما تتوهش خالص، يعني كوبايه الدقيق باخد نصها زبده وباخد ربعها ربع الدقيق سكر، يعني واحد نص ربع، واحد نص ربع كوبايه دقيق، نص زبده، ربع سكر ناعم. تمام. البيضه ديت انا هحتاج منها البياض بتاعها بس، لان انا ادهن بيه الوش مع حبه سكر خرس، وطبعا بدل فيه بياض بيض يبقى لازم فيه فانيليا. البسكويت بتاع الزبده دوت من الحاجات السهله والبسيطه والظريفه جدا. اول حاجه طبعا بالمضرب بتاعك، وممكن بالمضرب اليدوي مش مشكله، السكر الناعم ومعاهم الزبده. الزبده انا طلعتها بره لما ساحت شويه عشان اعرف اخد مقدارك، نص الكوبايه بالظبط، لان لو حطيتها مكعبات مش هبقى عارفه اذا كان ده نص كوبايه بالظبط، الا لو انت هتحسبي الحاجه بالجرامات. فلو انت بتوزني ممكن مثلا نص كيلو دقيق مع ربع كيلو زبده وتمن سكر كده معقول، لكن لو انت هتحسبي بالكوبايات هيبقى صعب تقدري الزبده في الكوبايه كده. ادهي كده نزلتها، وهنزل بقى بيهم في المضرب. بسم الله، بس احاول اقطعها كده الاول شويه لان هي ساقعه ولازم تكون الزبده معاكي ساقعه. اقطعها شويه وبعد كده اشغل عليها المضرب. الزبده امتزجت خالص مع السكر الناعم، هبدا انزل الدقيق واحده واحدة حبة بحبة. في المعلقة والفتيولة بقى هاتي الجوانب معاكي، هتلميها بإيدك، هي تبقى عجينة طرية. طبعا المقدار ده صغير، اللي عايزة تزود براحتها. نزله على الرخامة، الرخامة متنضفة، امسح كويس. هرش حبة دقيق صغيرين، وافردها بالنشابة، مش عايزاها طبعا سمك مش كبير. بسم الله، هي بتبقى رقيقة قوي، بسكوتة رقيقة وجميلة، طعمها حلو. طبعا زي ما خدت بالكم كده ما بتاخدش وقت خالص. اهي العجينه بعد ما اتفردت، خدي بقى عندنا حبه اشكال، هناخد منها كام شكل نعملهم. بسم الله. طبعا انا جهزت الصاج وحطيت في الصاج ورق زبده، ضروري انك تحطي في الصاج بتاعك او في الصينيه حتى لو هتعمليها في صينيه ورق بتاع زبده. بسم الله. طبعا شكليها وحطيها على طول، دي مش بتتحط في الثلاجه، مش زي البسكويت التاني اللي بنحطه في التلاجة شوية. نعمل كام شكل وبعد كده اشيلهم. نحط حاجة تانية، اظرف حاجة بقى في البسكويت دوت، ان ممكن الاولاد يشكلوا معاكي الاشكال اللي تعجبهم، هو ما بياخدش وقت خالص، شايفين بيتعمل بسهوله والعجينه بتاعته سهله وتشكلي منها اشكال كتير. كل ما بنعمل خلص مجموعه من الاشكال، الجزء اللي باقي من العجينه بنكوره تاني ونشكله من اول وجديد. صراحه بسكويت حلو ومشرف وبيعمل كميه كبيره ويعتبر اقتصادي كتير. سعر علبه البسكويت الامريكي الزبده الامريكي دوت غالي جدا، يعني بشكل مبالغ فيه. لو مش حاطه دقيق كفايه هتلاقي الاشكال بدات تلزق معاكي على الرخامه، بطرف السكينه تبداي تطلعيها. اخر حبه انا حطيت عليهم رشه كاكاو، حطيت معلقه من الكاكاو، ده كاكاو عادي مش كاكاو خام، اللي هو العلبه بتاعه ماي واي، العلبه دي.
معلش بنتي بقى قاعده معايا وبتعاكسني، هدعكها حلو مع البسكويت وهشكل بيها اخر جزء باقي كده قلوبه، هيكون داخل فيها جزء شوكولاته مع جزء ابيض. في الشكل المميز لعلبة البسكويت الامريكي اللي هو الشكل بتاع حرف بي والفلونكا، بيتباعوا مع في المحلات. ادي شكل الصينية بتاعتنا حوالي 26 قطعة، ما خدوش مننا وقت. الفينيش بقى النهائي بياض بتاع البيضة ومعاهم باكو فانيليا، هتقلبيهم حلو قوي قوي قوي، وبالفرشة هنبدأ ندهن وش الصينية كلها. بعد ما ندهنها هنبدأ نرش فتافيت سكر، سكر حبيبات مش سكر ناعم، عشان يظهر ويبقى شكله احلى. هدخلها على الفرن على الرف اللي في النص بالظبط 7 دقايق. الحاجات اللي زي كده انا بظبط لها تايمر، لان وارد ان الواحد ينساها، لان فعلا ما بتاخدش وقت خالص. فاحسن حاجة بظبط تايمر على الموبايل 7 دقايق بالظبط، وافتح الفرن عليها لقيتها خلاص بفضل الله بقت زي الفل. بصي شكلها عامل ازاي، ما تطلعهاش من الصينية بتاعتك غير بعد ما تبرد خالص، يعني سيبيها بتاخد لها حوالي 10 دقايق تكون بردت، بعد كده طلعيها. ممكن تقدميه بقى في طبق بشكل عادي، ممكن تحطيه في الورق البليسيه اللي بنعمل بيه الكب كيك، بيبقى شكله لطيف قوي وشكله فخم لو في العيد في عزومه تحط كده فيه، بيبقى شكله قد ايه قيم. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وتنفذوه، خدش مننا وقت يا جماعه، وطبعا ضعفوا الكميه كالعاده، احنا بنعمل كميات قليله عشان الناس اللي عايزه تجرب. بسكويت مقرمش حلو من بره ومن جوه، ضعفي الكميه بقى زي ما يعجبك، يعني ممكن تعملي كيلو دقيق معايا نص زبده ومعايا ربع سكر. استنونا في فيديو